إذن هالمباشر متابعي الكرام متابعي الشوف تي في، انكم كتبوا المقابله اللي كتجمع بين الفتح الرباطي والجيش الملكي، جوج اهداف الجيش الملكي 0 الفتح الرباطي. يعني كما كتلاحظوا الجماهير غافيره اللي كتشجع التصفيقات، هدفين مقابل 0 للجيش الملكي. يعني الشوط الاول اللي كان تسجيل اهداف من طرف الجيش الملكي، في هذه اللحظه الجماهير غفيره حول مدرجات منير الحسن، كره ملعوبه عن الفتح شي داير بها، كره كتمشي عند الجيش الملكي. إذن متابعي الكرام الهدف الثالث للجيش الملكي في هذه اللحظات، الهدف الثالث المباشر من مركب الامير مولاي الحسن. الجيش الملكي يتفوق 3 اهداف. إذن الهدف الثالث للجيش الملكي في هذه اللحظات، فرحة الجماهير. الجيش الملكي كما كتلاحظوا معنا المدرجات ممتلئة إلى الآخر، فرحة كبيرة لجماهير الجيش الملكي. يعني كما كتلاحظوا الجيش الملكي فرحان في هذه اللحظات يعني بهذا تسجيله الهدف الثالث.